إذن مشاهدينا ومتابعينا صباح النور عليكم، نهار مبارك مسعود، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة والعافية وطول عمر. مشاهدينا ومتابعينا في البث المباشر اليوم، ولا الدردشة الصباحية اليوم، هو شنو النظر ديالكم في الأزواج اللي كاين في الزوجات ديالهم، وشنو السبب، علاش هذا الشيء هذا، وعلاش بالضبط الزوج كيعنف في الزوجة ديالو وما كيديرش معها لغة الحوار، ولا كيحاول يتحاور، ولا كيدير شي حاجة طريقة عصرية، ولا مازال واخا ديك الطريقة التقليدية وكي يعنف الزوجة ديالو. يلا طلعوا معنا الإخوان، بارطاجيو، بغينا نعرفوا شنو السبب اللي كيخلي الأزواج يعنفوا الزوجات ديالهم، وعلاش بالضبط، علاش بقات هاد الطريقة هادي. السبب اللي كيخلي الأزواج يعنفوا الزوجات ديالهم، ويوليو هاد ظاهرة العنف ضد المرأة ولا ضد النساء هي اللي مكتخليش الإنسان يسمع، مكيسمعها مكيبقاش على خاطرو. علاش؟ لأن مكتسمع تشوف أن الراجل كيضرب الزوجة ديالو، ولا أي إنسان كيضرب المرأة بصفة عامة، ما بلا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي زعما ديك الإنسان اللي والله ما عرفش كيدير نوصفه، ديك الانسان ما عرفش كيدير نوصفه، لان واش كي واش كي حيت هي ضعيفه عليه، حيت هي ما قداش ترد له الصاع صاعين كي كيقولوا، واش هي ما قداش ترد الضربه، راه ما عرفش. يمكن عندي شي مشكل في التليفون، لي كومونتير ما كيطلعوش، لي في ما كيطلعوش، ما عرفتش شنو المشكل اللي عندي في التليفون. غادي نحاول نقطع هاد البت، نشوف المشكل اللي كاين، ما تمشيو بعيد مشاهدينا ومتابعينا، خليكم معانا.